في التوأم الكاميروني، الأب بعد العملية بأسبوعين طلب يقابلني، يعني قال ضروري أشوفه. فكان مكتبي قالوا لي ترى ضروري، أنا خفت والله على التوأم، كلمت غرفة التوأم قالوا ما فيهم للعافية. قلت خلني شيء، جاء خير إن شاء الله. قلت عيالك فيهم شيء؟ أحد مقصر معك؟ قال لا لا ولا شيء، أبي كتب على الإسلام. قلت لا، أحد قال لك اسلم؟ أحد ضغط عليك؟ أحد قال؟ أبدا ولا أحد تكلمني. قلت ليش؟ قال أنا جيت من وصلت الطائرة إلى اليوم، والكل من قيادة المملكة وشعبها والفريق الطبي يعاملوني كأخ وكصديق وكقريب، وأنا في بلدي حتى جاري ما سأل عني ولا حد يعرف عني شيء. فأكيد اللي يقودكم هو دين عظيم علمكم حسن المعاملة. فعلا الدين الإسلامي هو دين معاملة. أبشرك بركان، بعد أسبوع جاءوا على إسلامه في المكتب عندي، وفي قريته راح ينقل لهم هالقيم النبيلة اللي في المملكة العربية السعودية من حسن المعاملة. واليوم القرية فيها حول 4000 شخص كلهم مسلمين ما شاء الله، بفضل الله ثم بفضل نبل هالوطن الغالي ومبادرته الطيبة.